بأننا تقدم ملموسا وأننا بدأنا ووضعنا باقة من إجراءات تعزيز الثقة في العديد من المدن الليبية، وأنا متأملة أن أرى إعادة افتتاح الرحلات وأيضا أن يستمر هنا تبادل الأسرى والمحتجزين، وذلك بدعم الجيش المشترك. وقد انخفض عدد الضحايا من المدنيين مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وهذا يذكرنا هنا بأن الأهمية هي حماية المدنيين، وأيضا وتبعا أيضا للترتيبات لإزالة القوات الأجنبية من منشآت النفط. فطبعا هنا نحن نريد أن نوقف الحظر على النفط الذي كان مفروضا على البلد لتسع أشهر. الآن بدأ إنتاج النفط وصولا إلى 2.5 مليون برميل يوميا، وهناك أيضا عملية للشفافية في استلام وفي الحصول على عائدات النفط، وبالإضافة إلى إيقاف النفط وإعادة إنتاج النفط، فإن هذا سوف يعالج المشاكل القائمة. وقد أيضا اجتمعت مع رؤساء الحماية الأمن والحماية في المنشآت النفطية، وقد تناقشنا، وهناك إشارة أخرى للتقدم في 13 أكتوبر. فإن مجلس الأمناء لهيئة الاستثمار الليبية بدأوا الآن بتفعيل اتفاقية قامت في العام 2018، والآن بدأ أيضا وأصبح هناك اليوم أيضا تدقيق على الأعمال من قبل البنك المركزي الليبي، وهذا يزيد من الشفافية. سيدتي الرئيسة، إن المعايير العالية من الاحترافية والمسؤولية التي أظهرتها البعثة العسكرية المشتركة هي التي تمهد الطريق للعملية السياسية. الأسبوع الماضي وبدءا بشكل رسمي في 9 نوفمبر، أنا بدأت بالجلسة الأولى في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، وطبعا هنا قد قاموا بمناقشة مخرجات القرار الأممي، وسوف يكون هناك المزيد من النقاشات مع مجموعات أخرى من الشباب والنساء وأيضا العمداء الليبيين، وذلك ليساهموا في النقاش والحوار. أود هنا أن أشدد على أهمية المنظمات وأن أعبر عن امتناني للرئيس التونسي على استضافته الكريمة لهذه الحوارات السياسية الليبية الأولى. وقد شارك 25 مشاركا يمثلون المكونات الليبية الجغرافية والمناطقية المختلفية، وأيضا كان هناك ممثلين عن مجلس الأمة، وكان هناك 16 امرأة أيضا تم اختيارهن للمشاركة. يسعد أن أبلغكم بأن النقاشات قد أجريت في بيئة بناءة وبيئة صديقة، وأنا أهنئ المشاركين على صبرهم وعلى عملهم الدؤوب، وأيضا سوف يتم وضع خارطة الطريق للانتخابات الرئيسية والانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية، طبعا في الذكرى 7 للإعلان الليبي للاستقلال. وطبعا هذه المرحلة تتطلب أن يتم الوصول إلى اتفاق سياسي وتحقيق الأهداف التي سوف تقود المرحلة الانتقالية تحت مؤسسات موحدة ومعززة، بالإضافة إلى اعتماد سلطة تنفيذية إضافية من قبل مجلس الممثلين أو مجلس الأمة، وأيضا أن يتم اعتماد الإجراءات للانتخابات. وحيث أن الانتخابات تاريخها وضع بعد 12 شهرا من الآن، فإن هذه الخارطة الطريق تضع الخطوات الأساسية وتقول بأن جميع الجهات المسؤولة يجب عليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لاعتماد وتبني السلطة التنفيذية الجديدة. طبعا أخذنا بعين الاعتبار للقرار 25/10، فإنه يجب الالتقاء بشكل متكرر لنتأكد من تحقيق الأهداف المرحلية الموضوعة في خارطة الطريق نحو الانتخابات، وهذا يتطلب أن يكون هناك مرحلة انتقالية مفتوحة النهاية، وأن
وأن هذا طبعا قائم على الطلب أو مطالبات الشعب الليبي بوجود انتخابات. وطبعا سوف يكون هناك مشاركة من منظمات المجتمع المدني بما في ذلك النساء الناشطات، وأيضا أن تكون العملية قائمة على الحقوق. طبعا أيضا المشاركون في هذا الحقوق قد وافقوا على بعض المعايير الأهلية للمناصب التنفيذية، وحيث أنهم اتفقوا أن يعدلوا 25 مهمة رئيسية وأن يقوموا بوضع مجلس وزراء منفصل. وطبعا سوف يقود هذه الحكومة ورئيس الوزراء ونائبين له، والذين سوف يقودون المرحلة الانتقالية نحو الانتخابات، وذلك لنصل إلى مؤسسات موحدة وأيضا نوفر الأمن والحماية للمواطنين وصولا إلى انتخابات. أنا ممتنة جدا لجميع النساء التي شاركنا واللاتي لعبنا دورا هاما جدا في هذه الحوارات الليبية السياسية، واللاتي قدمنا أيضا مساهمات كبيرة كبنات للجسور التواصل. وطبعا وأن هناك أيضا بعض المبادئ لتحسين مشاركة المرأة في الحوكمة وفي العملية، وبالتالي هذه النساء تطالبنا بمشاركة أفضل في العملية السياسية، وأيضا تطالب الدولة باعتماد بعض الإجراءات لحماية المرأة. مطالباتهم تقول بأن النساء يجب أن لا يمثلن أقل من 30% في السلطة التنفيذية للإصلاح، وهذا أيضا معكوس في خارطة الطريق. سوف أيضا نعود بالالتقاء رقميا مع الPDF، وذلك لنسمع وجهات النظر السياسية المختلفة. سيدتي الرئيسة، السادة والسيدات، لقد أظهرت الجهات الليبية بأن الانتخابات البرلمانية هي مطالب الشعب. إن أيضا رئيس هيئة الانتخابات العليا شدد بأن المؤسسات السيادية لديها القدرة التقنية لتنفيذ الانتخابات ضمن بيئة ممكنة سياسيا وأمنيا، وطبعا وأنه سوف يتم تخصيص الموازنة الملائمة وفي الوقت الملائم ليتم وأيضا في 16 نوفمبر سوف تقوم الحكومة بتخصيص الموارد اللازمة لخارطة الطريق هذه. وأنا متأكد من أن هذه الخطوات سوف تترجم على الأرض الواقع، وحيث أنه تم الاتفاق على تنفيذ الانتخابات في 24 أكتوبر 2021، فإن هناك إجراءات وترتيبات أمنية، وهذا يمكن من إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. وأيضا يجب أن أؤكد بأن اللجنة المركزية للانتخابات البلدية سوف تتأكد من أن 5 بلديات سوف تشارك، خصيصا في مصراتة ذات المركز الثاني من حيث عدد السكان. فأنا هنا أهنئ هذا المجلس على تنفيذ هذه الانتخابات أخذا بعين الاعتبار لجميع الإجراءات الوقائية في وجه هذه الجائحة الحالية، وأيضا توفير بيئة شفافة. سيدتي الرئيسة، أيها السيدات والسادة، ما زال هناك الكثير من العمل الذي يجب علينا تنفيذه، ولكن الليبيون وقفوا وقد أدوا واجبهم، ونحن ندين لهم بأن ننفذ واجبنا نحن وأن ندعم هذه الاتفاقيات الليبية والتي تم التوصل إليها بناء على القرار 25/10 وبناء على إجراءات بناء الثقة. وهذا يتطلب منا احترام مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، وأيضا رفع الحظر السلاح عن ليبيا بالكامل. وطبعا هذا يتطلب منا إيقاف عرقلة أي إجراءات عدلية. وأنا هنا أطالبكم جميعا وأدعوكم جميعا أيها السيدات والسادة وأصحاب السعادة، اسمحوا لي بأن أكرر بأن الوضع ما زال متقلبا، وأنه ليس هناك وقت لأن نرضى عما حققناه، وفي حين بأن الهيئة الجيش المشتركة تسعى إلى تحقيق إطلاق النار، إلا أن العديد من الجهات لم تسحب قواتها، حيث أن القوات الحكومية ما زالت في مواقعها، وهناك أيضا بعض الدوريات التي تجري، وهناك أيضا بعض الرحلات العسكرية التي رأيناها عند مطار مصراتة، وما زال هناك أيضا بعض المحطات التي تضعها القوات من عند منطقة سرت وأيضا عند القاعدة الجوية في الجفرة. وقد شاهدنا أيضا بأن هناك حركة للقوات الجوية،
على الجانب الاقتصادي فإن النقاشات والمفاوضات المتعلقة بتوزيع إيرادات النفط ما زالت تقريبا في مكانها، ولكن هناك بعض التقدم. نحن نعرف بأن هذه الترتيبات سوف تسعى إلى استعادة إنتاج النفط، ومن ثم يجب توزيع عائدات النفط هذه وإيراداتها على جميع المؤسسات، وفي حين بأن الحوار الاقتصادي الليبي قد وضع بعض الإجراءات السياسية، إلا أن التفاوض في هذه المواضيع ما زال صعبا، حيث أن هناك استقطابا كبيرا ما بين القوات. أيها السيدة والسادة، إن قتل السيدة هناء وهي من الناقدين، وهي أيضا من المدافعين عن حقوق الإنسان، يدعونا جميعا أن نضع حلولا واضحة لاستعادة العدالة والمساءلة، وأيضا أن نتجنب أن ينجو بعض الأشخاص بفعلتهم. وهذا يسلط الضوء هنا على المخاطر الخاصة التي أو الشخصية التي يواجهها النساء الليبيات عندما يرفعن صوتهن. إن لابد أن يكون هناك أيضا قاعدة عدلية ليستطيع الناس أن يعترضوا على احتجازهم. إن هناك بعض المؤسسات أو المنشآت الاحتجاز التي تستخدم لتعذيب الناس، وأيضا أنها تخالف أو تنتهك حقوق الإنسان. نحن هنا ندعو إلى تحديد جميع منشآت الاحتجاز وإغلاقها، وما زالت إجراءات الكوفيد 19 يجب اتباعها. نحن نقدر بأنه في بداية 2021 سوف يكون هناك 1.3 مليون إنسان بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدة الإنسانية، وهذه زيادة بنسبة 40% عن العام الماضي. وعلى الرغم من توقف العدائية، فإن عدد الأشخاص النازحين قد انخفض إلى 392 ألف إنسان، إلا أن عودة الناس إلى بيوتهم قد كان بطيئا، حيث أنه ليس هناك خدمات أساسية متوفرة. أيضا يجب، وهناك أيضا المخاطر المختلفة المتعلقة بإزالة الألغام والذخائر العمياء، فإنها تبقى مخاطر إلى حين إزالتها من جميع المناطق المختلفة. هناك عدد كبير من اللاجئين أيضا الذين يحاولون أن يعودوا إلى ليبيا، والذين تم مقاطعتهم في البحر، وللأسف ليست عودتهم آمنة. الأرقام حقيقة تتجاوز بكثير أرقام 2019، مئات قد دفعوا الثمن الأعلى، مما في ذلك 900 لاجئ أو نازح قد غرقوا أو اعتبروا غارقين في البحر المتوسط في العام 2020. في 12 من نوفمبر كان هناك سفينتين تحطمتا، والتي قد أهلكت 120 روحا. لقد واجه المواطنون الليبيون الكثير من الانتهاكات الشديدة لحقوقهم. مثلا هناك في شاب عمره 12 سنة من طالبي اللجوء قد قتلوا عندما دخلوا إلى المنشأة، وقد تعرضوا للقتل. قد كان هذا الشاب يسعى إلى إعادة التوطين إلى دولة خارج ليبيا. طبعا هذه الحوادث استمرت خلال هذا العام، حيث أن العديد من اللاجئين الليبيين والنازحين قد تم قتلهم، أو العديد منهم قد بقوا لاجئين أو نازحين. أكثر من 2000 نازح أو لاجح ما زالوا في مراكز الاحتجاز. هناك أيضا العديد من حالات الوفاة التي تزداد بين شهر والآخر كضحايا للكوفيد 19. لقد كان في نوفمبر تقريبا أكثر من 4000 حالة مؤكدة، وأكثر من 1500 حالة وفاة. فالأسبوعين الأولين في شهر نوفمبر كان هناك ارتفاع بنسبة 20% في حالات الكوفيد 19 في المدن الأكبر الليبية، طرابلس ومصراتة وبنغازي، والتي شهدت النمو الأكبر. وحيث أن قدرات الفحص ومتابعة الحالات ومتابعة الوفيات، فإن الأرقام المعلنة عنها هي جزء صغير من الحالات الحقيقية. وهذا يعني بأننا يجب علينا أن نركز جهودنا أيضا لمواجهة جائحة الكوفيد 19، وذلك طبعا يتطلب منا دعم مؤسسات الرعاية الصحية الأساسية، والتي تعاني من نقص الكوادر ونقص أيضا المعدات. وحتى لو مكناها فإن ذلك
ليس كافيا، بل نريد أن نمكن المواطنين من الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية الأخرى. هناك أيضا تقييم حديث للمطاعيم لليبيا، حيث أن المطاعيم لأمراض الطفولة سوف تنتهي بنهاية هذا العام إذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة لتعزيز هذه التزويدات. وهذا يعني بأن العديد من الأطفال قد تجاوزوا المطعوم الذي كان يفترض أن يأخذوه، وطبعا جهود المطاعم أو التلقيح هدفها تجنب الأمراض. إن الأمم المتحدة تسعى إلى دعم جميع الأطراف المختلفة في مواجهة الجائحة، بما في ذلك توفير معدات الوقاية الشخصية، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين الصحيين. ونحن أيضا ندعم لتخفيف معاناة أولئك الذين تأثروا أكثر، وأيضا لمساعدة أولئك الذين واجهوا الأزمة الممتدة والأوضاع الاقتصادية والسياسية، بحيث وصلنا إلى أكثر من 1900 شخص بالمساعدة الإنسانية هذا العام. سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة، أنني متفائلة جدا بالمستقبل في ليبيا، إلا أنني ما زلت قلقة حيال الكثير من التحديات الكبيرة. 10 سنوات من الحرب لا يمكن حلها في أسبوع واحد من المفاوضات السياسية، إلا أننا اليوم بدأنا نسمع لغة السلام بدلا من لغة الحرب. لمصلحة ليبيا، 75 شخصا اجتمعوا في تونس الأسبوع الماضي بنية طيبة ليبدأوا بعملية حماية الأرواح الإنسانية، وقد جلسوا وتناقشوا وقد مدوا أيديهم إلى بعضهم البعض، ومدوا حتى قلوبهم إلى بعضهم البعض. وهذا يمثل تغيرا جذريا محتملا في كيف ينظر القادة السياسيون والاقتصاديون في ليبيا إلى المستقبل، وأيضا النظر إلى ترتيبات توزيع السلطات الانتقالي، والتي لن تعطي الأولوية للقلة أو لن تمكن القلة وتضعف العامة. فقط تشارك المسؤوليات هو الذي يمكنه أن يؤدي إلى الأمن المشترك والمسؤولية المشتركة، وهذا الذي يطالب به الليبيون. إن الليبيون يحتاجون، لو لم يكن دعما فإنهم يحتاجون على الأقل إلى عدم تدخل الأطراف الخارجية، لأنهم يسعون إلى تحقيق مسار سيادي لمستقبل الأجيال الليبية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك سيدة ويليام على هذا الإيجاز. الآن سوف أعطي المجال للزملاء من المجلس الذين يودون تقديم البيان. سوف أقدم الميكروفون وأعطي المجال لممثل المملكة المتحدة. شكرا جزيلا لك سيدتي الرئيسة. اسمحي لي بأن أبدأ بداية بأن أشكر سيدة ستيفاني ويليام، وسوف أقول ربما، وربما قلت ذلك، ربما يكون ذلك هو الإجازة الأخير لها في منصبها هذا. أريد هنا أن أشكرها وأشكر فريقها وجهودها الفردية التي ساهمت في تحقيق تقدم كبير في الجهود في ليبيا، ربما وكان ذلك أكثر بكثير مما توقعنا. فشكرا جزيلا لك ستيفاني على كل ما قدمتي. سيدتي الرئيسة، إن المملكة المتحدة ترحب بالاتفاق الذي حصل ما بين الأطراف الليبية، بما في ذلك الاتفاق على إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021. الليبيون اليوم لأول مرة منذ سنوات عديدة لديهم الآن شعور مشترك نحو الاتجاه السياسي. وأنا هنا أريد أن أيضا أذكر الدور الذي لعبته المبعوثات من السيدات في هذه المفاوضات. إن المملكة المتحدة ترحب بشجاعة الأطراف الليبية، وأيضا الدعوة إلى إيقاف إطلاق النار على المستوى الوطني، وحيث أن هذا يمثل جهدا مشترك، وخصيصا الجهد المشترك والزخم الذي خلقه أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة. ستيفاني قد سلطت الضوء بأن هناك الكثير من العمل ما زال علينا أن ننفذه. على سبيل المثال، فإن اتفاقية وقف إطلاق النار ما بين الأطراف الليبيين يذكرون بأنه خلال فترة 3 أشهر من توقيع الاتفاقية، فإن على جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب أن يغادروا الأراضي الليبية والمناطق الليبية البحرية والأرضية. وحين إلى حين أن تتخذ الحكومة الليبية دورها، فإنه سوف يتم تفكيك القوات العسكرية. أنا هنا أتمنى كثيرا
أن نسمع من جميع أعضاء مجلس الأمن بأنهم يدعمون ويتبنون هذا الموقف للأطراف الليبية، لأن الرسالة واضحة، الليبيون يريدون نهاية سريعة للتدخل العسكري الأجنبي في بلدهم، ويريدون أيضا إيقاف أي انتهاكات لحظر الأسلحة. وقد اتفقوا خلال الأسبوع الماضي بأن القوات الأجنبية يجب عليها كخطوة أولى على الأقل أن تتراجع 5 كيلومترات عن خط إطلاق النار أو خط النار، وهذا ما حصل اليوم. وللأسف هناك الكثير من القوات الأجنبية تسعى إلى انتهاك القانون الدولي، ولكن الليبيون هنا اليوم اتخذوا الإجراء، ونحن مستعدون لاتخاذ الكثير من الإجراءات بما في ذلك العقوبات. على الجانب السياسي فأننا يجب أن نساعد في بناء الاتفاقيات الليبية ليكون هناك حكومة شمولية، وأيضا أن يكون هناك تطبيق واسع لهذه الترتيبات. هنا مجددا يجب أن نكون جاهزين للاستجابة بشكل واضح وبسرعة لأولئك الذين يسعون إلى إيقاف أو إعاقة أو تشويه التقدم نحو الحل السياسي الذي يريده الليبيون ويستحقونه. نحن أيضا نرحب روح التنازل التي أظهرها الأطراف فيما يتعلق بإعادة إنتاج النفط وتصديره إلى الخارج. يبدو هنا بأن جميع الأطراف الليبية قد اتفقوا بأن جميع الإيرادات الناتجة عن تصدير هذا النفط سوف يجب توزيعها بشكل عادل لفائدة جميع الليبيين. ونحن أيضا نرحب باتفاقيات الأمن حول المؤسسات النفطية. من الواضح بأن هذه الترتيبات يجب أن تبقى بأيدي ليبية بشكل صارم. سيدتي الرئيسة، إن المملكة المتحدة حقيقة قلقة فيما يتعلق بتدهور الوضع الإنساني في ليبيا هذا العام، إلى جانب تدهور الوضع في انتشار الجائحة. ونحن أيضا ندين القتل المفاجئ للمحامية حنان البرازي في ليبيا، وهذا يذكرنا بأننا ما زلنا بحاجة إلى حماية حق التعبير وحقوق المرأة. نحن نسمي هذا القتل وأيضا الاختفاء القسري لأحد النشطاء الإنسانيين في شهر يوليو، ونريد أن يتم التحقيق بشكل سريع وشفاف. وأيضا قد تم اكتشاف بعض المقابر الجماعية، وأيضا هناك ازدياد في وفيات المهاجرين في البحر. نحن ملتزمون بالمساءلة، ونحن ندعو جميع السلطات في ليبيا أن يقدموا تعاونهم الكامل لبعثات كشف الحقائق لمجلس الأمن. سيدتي الرئيسة، فإن اتفاق إطلاق النار والترتيبات الجديدة التي رعتها الأمم المتحدة هي شيء رائع وملموس، فقد أظهر هنا الأطراف الليبيون استعدادهم للتنازل واستعدادهم لتحقيق التقدم. طبعا أنا لا أريد هنا أن أقلل من تقدير التحديات التي يواجهونها، ولكن الرسالة واضحة، لقد أرانا الليبيون الاتجاه الذي يريدون أن يسلكوه، وخارطة الطريق السياسية وإنهاء وطني كامل لهذا النزاع الذي خرب حياتهم، ويريدون أيضا أن يوقفوا أي تدخل أجنبي. اليوم حان الوقت لنا نحن أعضاء المجتمع الدولي أن نلعب أدوارنا التي يجب أن نلعبها لمساعدتهم في تحقيق هذه الأهداف، ولبعضنا الوقت قد حان لنخرج من ليبيا. شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا جزيلا لك سيدي ممثل المملكة المتحدة على هذا البيان. الآن سوف أعطي المجال لممثل ألمانيا. شكرا جزيلا لك سيدتي الرئيسة، وشكرا جزيلا لستيفاني ويليامز على جهودها العظيمة. النقطة الأولى التي أريد أن أذكرها هي حول العملية السياسية. نحن نعم في تقاطع طرق سياسي هام جدا، حيث أن ما تم التوصل إليه من خلال اللجنة أو الهيئة العسكرية المشتركة والحوار السياسي هو شيء عظيم، والذي سوف يجلب السلام والاستقرار إلى ليبيا ضمن إطار القرار 25/10، وأيضا تحت رعاية الأمم المتحدة. نحن نرحب باتفاق وقف إطلاق النار، ونحن
ندعو إلى التنفيذ الكامل والسريع لهذه الترتيبات. جوناثان قد قال: نحن كمجتمع دولي يجب علينا أن نحترم طموح المواطنين الليبيين لإيقاف كل القتال، وهذا يشمل أيضا الالتزام بحظر السلاح. وهنا نحن ندعو جميع القوات الأجنبية إلى الانسحاب وجميع المرتزقة والمتدخلين الأجانب. وهنا لنوضح، الانسحاب يعني الخروج من ليبيا وليس إعادة تسمية المقاتلين كمتدربين. إن ملتقى الحوار السياسي الليبي قد اتخذ خطوة في الاتجاه الصحيح، فقد بدأ الليبيون بتشكيل مستقبلهم، ونحن نشيد بجميع المشاركين على التزامهم، وندعو جميع الأطراف المعنية أن يستمروا بالحوار بهدف ترشيح حكومة جديدة بسرعة. وهذا يعني بأن رسالتنا هنا من هذا المجلس لجميع المعرقلين بأن عملية العرقلة لها آثار سلبية، وأيضا من المهم جدا أن نستمر بتمهيد الطريق نحو الانتخابات، ونحن نريد أن نوقف القتال وذلك لدعم العملية السياسية. لقد لعبت الأمم المتحدة دورا هاما، طبعا تحت قيادة ستيفاني، فأن الأمم المتحدة قد أظهرت مجددا لماذا هي طرف لا يمكن الاستغناء عنه. إن العملية التي رأيناها والتقدم الذي رأيناه يتحقق هو شيء رائع بالنسبة لليبيا، وهو أيضا خبر رائع للأمم المتحدة ولهذا المجلس أيضا. نقطتي الثانية تتعلق بانتهاك حظر الأسلحة. طبعا حظر الأسلحة والالتزام به يجب أن يكون مهما في جميع الاتفاقيات الأخرى. يجب عدم انتهاك هذا الاتفاق أو هذا الحظر، ونحن ندعو جميع الأطراف أن يتأكدوا من أن حظر الأسلحة يطبق بشكل صارم. لجنة العقوبات سوف تستمر بمراقبة الوضع، وهنا أود أن أستغل هذه الفرصة لمجددا أن أشكر لجنة الخبراء حول ليبيا على عملهم الرائع وعلى تقاريرهم المفصلة. جميع الدول الأعضاء يجب أن تقدم تعاونها الكامل لهذا المجلس. الاتحاد الأوروبي كمؤسسة إقليمية والتي تعمل تحت القرار 25 تحت القرار الأممي سوف تستمر بلعب دورها كما قرر هذا المجلس. عملية يوريني قد وضعت أعلى معايير الشفافية لدى لجنة الحوار، وهي تسعى أيضا إلى الالتزام الكامل والصارم بقرارات مجلس الأمم المتحدة. دعوني هنا أتحدث عن وضع المدنيين وانتهاك القانون الدولي وانتهاك حقوق الإنسان. إن المدنيين في ليبيا قد عانوا من سنوات، ونحن نأمل بأن إيقاف إطلاق النار وأيضا الاتفاق السياسي والعودة إلى إنتاج النفط سوف يساعد في إعادة بناء البنية التحتية للبلاد، والذي سوف يمكن أيضا من الاستجابة الفعالة لجائحة الكوفيد 19، وأيضا سوف يضع القانون للاستجابة للانتهاكات الإنسانية وانتهاكات القانون الدولي. تلك الانتهاكات يجب التعامل معها قانونيا وعدليا، وذلك لنستطيع أن نبدأ بعملية مصالحة. نحن نستمر بالالتزام بتعزيز سيادة القانون والمساءلة. مجددا أشيد هنا بستيفاني ويليامز وفريقها الذين استمروا بالعمل تحت ظروف استثنائية وصعبة للغاية. وعلى الرغم من أن ستيفاني ويليامز تحظى بدعمنا الكامل، إلا أننا أيضا نتطلع إلى تعيين قيادة بشكل سريع بعد مغادرتها.
دعوني أقدم نقطة أخيرة كرئيس للجنة 1970. يؤسفني أن أبلغكم بأن تقرير أنشطة اللجنة الذي كنا نخطط له كجزء من هذا الاجتماع اليوم تم إلغاؤه للأسف، وذلك نتيجة لمنع أحد أعضاء اللجنة، فنحن لم أو لاعتراض أحد أعضاء اللجنة، فنحن لم نستطع أن نتفق على ما حصل منذ سبتمبر. هذا شيء سيء للغاية ومؤسف، أخذا بعين الاعتبار لأهمية عمل لجنة 1970 في دعم الحلول السلمية في ليبيا. للأسف الشديد هذا تطور جديد بعد فشل العام الماضي على الاتفاق على نشر التقرير المؤقت للجنة الخبراء في نهاية سبتمبر. هناك بعضهم يعيقون حتى خطوات صغيرة، ويجب هنا على لجنة العقوبات أن تتحمل المسؤولية عن ذلك. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لك سيدي ممثل ألمانيا على بيانك، وسوف أقدم الآن المجال لممثل أندونيسيا. شكرا جزيلا لك سيدتي رئيسة الجلسة، يشرفني أن أقدم لكم هذا البيان المشترك بالنيابة عن أندونيسيا وفيتنام، وهما عضوين في المجلس الأمن، عضوان مراقبا. نحن نشكر هنا ستيفاني ويليام وفريقها على هذا الإيجاز، وأيضا نود أن نشكر السيد السفير طاهر الممثل الدائم لليبيا. سيدتي رئيسة الجلسة، بناء على إيجاز هذا الصباح، فإن فيتنام وأندونيسيا تود أن تقدم النقاط التالية. بداية، نحن نرحب بالتقدم الأمني والسياسي في ليبيا، بما في ذلك انتخابات بما في ذلك الإيقاف الكامل لإطلاق النار في 23، وأيضا اتفاق الأطراف على تنفيذ هذا الاتفاق. ونحن أيضا نرحب بجهود اللجنة العسكرية المشتركة لوضع آليات لمراقبة وقف إطلاق النار. نحن ندعو الأطراف إلى احترام والالتزام باتفاقية إطلاق النار وأن تدعم تنفيذها، وهذا يجب أن يشمل التزاما لا يتزعزع بعدم انتهاك حظر الأسلحة، وأيضا تطبيق قرارات الأمم المتحدة في ليبيا. نحن أيضا نرحب ونشيد بالإنجازات التي حققها الحوار الليبي في تونس، وأيضا نرحب بالاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام القادم. وهذا يظهر بشكل واضح بأن العملية الليبية والاتفاق السلمي السياسي الليبي هو الحل الوحيد على المدى الطويل. طبعا يجب أن نحافظ على هذا الزخم من خلال دعم كل الأطراف، ونحن هنا مجددا ندعم تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا، وقد تأخر ذلك كثيرا. إندونيسيا وفيتنام تدعو جميع الأطراف إلى تعزيز الحوار السلمي في ليبيا والسياسي، ونحن نفهم بأن إيقاف إطلاق النار وتوقف الحرب هو شيء هام إقليميا، وأن يتم توحيد ليبيا ليكون هناك هوية واحدة ودولة واحدة، وهذا سوف يكون أثره عظيما جدا في الإقليم. ونحن سوف نستطيع من خلال العمل معا أن نحقق الكثير، بما في ذلك تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الإقليم. نحن طبعا أيضا نشيد ونشكر جهود الدول الجارة بما في ذلك مصر وتونس والمغرب على استضافتهم ودعمهم هذه الجهود، وأيضا نشيد بجهود جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. وطبعا نحن نعرف بأننا يجب أن نعطي الأولوية للوضع الإنساني.
الإنساني الناتج عن جائحة الكوفيد 19. ونحن هنا ندعو جميع الأطراف في ليبيا إلى احترام القانون الدولي الإنساني والتوقف عن استهداف المدنيين وأن يتأكدوا من سلامة وأمن المدنيين وأيضا أن يوفروا الوصول الكامل للبعثات الإنسانية دون أي إعاقة. ويجب أيضا أن يركزوا على الفئات المهمشة بما في ذلك النساء والأطفال والمهاجرين والنازحين، وذلك لأنهم يعانون بشكل أكبر من آثار الحرب وأيضا من آثار جائحة الكوفيد 19. ونحن هنا نقدم تعازينا لأسر الضحايا وندعو جميع الأطراف الدولية ليستمروا بتقديم الدعم الفني والمالي للدول في الإقليم من خلال الأطر الثنائية ومتعددة الأطراف. ونحن أيضا ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاستمرار بمواجهة التحديات الإنسانية في ليبيا. سيدتي، كما رأينا أنه لا يمكن تحقيق الأمن والسلام في ليبيا إلا من خلال الحوار، وهنا أريد أن أذكركم بما قاله الدكتور مارتن لوثر كينغ أنه لا يمكن تحقيق السلام واستدامته من خلال القوة، بل يمكن فقط من خلال التفاهم، أن الكراهية لا يمكنها أن تزيل الكراهية، فقط الضحك والابتسامة هو الذي يزيل الكراهية. شكرا جزيلا لكم. نشكر جزيل الشكر ممثل أندونيسيا. سوف الآن أعطي المجال لممثل بلجيكا. La représentante spéciale du secrétaire général par intérim pour son intervention. La Belgique a fortement apprécié, Madame la représentante spéciale, votre action déterminée dans la recherche d'une solution politique au conflit en cours en Libye. Et au nom de mon pays, je vous remercie pour vos efforts inlassables. Ces dernières semaines, mes chers collègues, nous avons pu assister à plusieurs développements positifs sous l'égide de l'ONU. Ces développements positifs témoignent du courage et de la détermination du peuple libyen dans la recherche d'une Libye unie, stable et sûre pour l'ensemble du peuple. Madame la Présidente, j'aborderai rapidement trois points dans mon intervention, le cessez-le-feu, la situation politique et la situation des droits de l'homme. Tout d'abord, la Belgique félicite les parties libyennes pour la signature de l'accord de cessez-le-feu à Genève le 23 octobre dernier. Il est maintenant essentiel de mettre pleinement et immédiatement en œuvre cet accord de cessez-le-feu. Nous appelons tous les acteurs à l'intérieur et à l'extérieur de la Libye à jouer un rôle constructif en vue d'un retour à la sécurité et à la stabilité. Tous les mercenaires et les combattants étrangers doivent à présent quitter le territoire libyen tel que prévu dans l'accord. L'embargo sur les armes qui continue à être violé doit être pleinement respecté conformément aux résolutions de ce Conseil. Et dans ce contexte, la Belgique salue le rôle de l'opération Irini, comme l'a déjà fait l'ambassadeur Sauter. La communauté internationale a la responsabilité de s'opposer à toute tentative de revenir sur les progrès réalisés, et ce, y compris par le recours à des sanctions. Les pourparlers récents du comité militaire mixte à Ghadames et à Sirte visant à rendre l'accord de cessez-le-feu opérationnel constituent des avancées positives. Nous encourageons les participants à continuer sur cette voie et à progresser sur les différents volets, y compris le désarmement et la démobilisation des milices. La reprise de la production pétrolière est une évolution positive et devrait bénéficier à tous les Libyens. Deuxième point sur le plan politique, la Belgique se félicite de la tenue du premier tour du forum de dialogue politique libyen à Tunis, comme préconisé par la conférence de Berlin et la résolution 2510. Nous saluons l'accord obtenu. طريق من أجل عقد انتخابات وطنية ذات مصداقية شاملة للجميع ديمقراطية في 24 من ديسمبر 2021 خطوة هامة، ونطالب بمواصلة هذه الجهود من أجل تشكيل حكومة وطنية متحدة بسرعة. من الأهمية بمكان أسن السيد الرئيس أن نأخذ بعين الاعتبار النساء وحقوقهن في العمليات السياسية بغية التوصل إلى سلام دائم وشامل. وفي هذا السياق، وكما ذكر من سبقني بالحديث، نثمن الدور الإيجابي الذي تطلع به المرأة المشاركة في الملتقى. والنقطة الثالثة
خاصة بالأمن وحقوق الإنسان الأساسية للسكان. يجب أن نضمن الأمن والحقوق، وإلا لن هناك انتقال ديمقراطي في ليبيا. ونحن هنا ندين اغتيال المحامية حنان البرعسي في 10 نوفمبر الماضي، فهذا يبرهن بليبيا أن القوات العدائية تواصل زعزعة السلام والاستقرار، ونطالب بتحقيق مستقل وحيادي وفعال في هذه العملية، فيجب أن يتحمل مرتكب هذه العملية المسؤولية. فاغتيال المحامية البرعسي لا يمثل حالة قائمة بذاتها، وإنما هو مثال مؤسف للعنف الذي تواجهه المرأة الناشطة كما الحال بالنسبة لسوى بقع قيقس وسهام سرقية. فهذا يبرهن على ضرورة إقامة العدل لضحايا هذه الجرائم والمساءلة عنها، والمحكمة الجنائية الدولية والبعثة المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا يطلع بدور هام في مكافحة الإفلات من العقاب في ليبيا، ولا سيما من خلال عملية المصالحة الوطنية في البلاد. وفي الختام السيدة الرئيس، اسمحوا لي أن أعيد التأكيد على دعم بلجيكا الكامل لجهود الوساطة التي تطلع بها الأمم المتحددة في ليبيا، وأثمن من جديد شجاعة كل موظفي بعثة الأونسميل والفرق القطرية وعزمهم. فهناك الكثير من التطورات الإيجابية، ولكن الأهمية بمكان أن نعين مبعوث خاص جديد ومنسق لبعثة الأونسميل بسرعة. شكرا جزيلا على حسن الإصغاء. أشكر ممثل بلجيكا على بيانه، وأعطي الكلمة الآن إلى ممثل تونس. شكرا السيدة الرئيسة. في البداية أتوجه بالشكر إلى السيدة ستيفاني ويليامز على إحاطتها القيمة وعلى جهودها وتحركاتها الحديثة من أجل دفع مسار التسوية السياسية في ليبيا. كما أنوه بدعم الأمين العام للأمم المتحدة أمانة المنظمة لتفعيل المسارات الثلاث المنبثقة عن مؤتمر برلين، وبالمثل كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة على مواقفها الداعمة للتطورات الإيجابية التي شهدتها ليبيا خلال الفترة الأخيرة. كما أرحب بمشاركة السفير الطاهر الصني في هذه الجلسة. السيدة الرئيسة، لقد تابعت بلادي بكل اهتمام مسار المفاوضات التي احتضنتها تونس من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري في إطار الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد تحت إشراف البعثة الأممية للدعم في ليبيا. وتشيد تونس بما تميز به هذا الملتقى من أجواء إيجابية وبناءة وحرص من كافة المشاركين على تغليب منطق الحوار والتوافق وما تحلوا به من روح وطنية ترجمت إيمانهم بضرورة تسريع التسوية السياسية الشاملة وإنهاء معاناة الشعب الليبي الشقيق. كما تنوه بلادي بمستوى مشاركة المرأة الليبية في هذا الحوار، وتعرب عن تطلعها إلى تعزيز مشاركتها في جميع المسارات القائمة. وتعرب تونس عن ترحيبها الكبير بنتائج هذا الملتقى، وتنوه بما أفرزه من توافقات مهمة تتعلق بتحديد خارطة الطريق لحل الأزمة والاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات السلطات التنفيذية وتوحيدها. ونأمل أن يقع البناء على مخرجات هذا الملتقى لحل الأزمة، وندعو كافة الأطراف الليبية إلى مواصلة العمل بنفس الروح الإيجابية من أجل بلوغ الأهداف المنشودة في أقرب الآجال، بما يلبي طموحات الشعب الليبي في استعادة الأمن والاستقرار والتفرغ لجهود البناء والتنمية في كنف احترام وحدة ليبيا وسيادتها. كما تجدد تونس التزامها الثابت بمساندة جهود البعثة الأممية للدعم في ليبيا من أجل دفع مسار التسوية السياسية والسلمية للأزمة، واستعدادها التام لدعم الجهود الأممية لإنجاح جولات الحوار المقبلة. السيدة الرئيسة، تسجل بلادي بكل ارتياح التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 23 أكتوبر الماضي في إطار أشغال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. لماذا ذلك مرمزية في علاقة بتوحيد المؤسسات الليبية
كما ترحب تونس بالجولات التي تلت توقيع اتفاق وقف اطلاق النار وفقا للقرار 2542، وتتطلع الى تقرير الامين العام للامم بخصوص الاليات الممكن اعتمادها لرصد ومراقبه وقف اطلاق النار. وتحث تونس كافه الاطراف المعنيه على العمل على تنفيذ كافه بنود الاتفاق، بما في ذلك خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية وفق الجدول الزمني المتفق عليه، لما يشكلونه من تهديد للأمن واستقرار ليبيا وعموم المنطقة، مؤكدين على مسؤولية مجلس الأمن في هذا المجال. كما نجدد الدعوة لكافة الأطراف للالتزام التام بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا وبعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما نود التأكيد على تلازم جميع المسارات المنبثقة عن مؤتمر برلين بشكل يضمن تفادي أي انتكاسات للتقدم المحرز. كما نؤكد على أهمية تحمل كافة الأطراف الليبية لمسؤولياتها والالتزام بالحل السياسي وعلى المصلحة العليا لليبيا وتنقية الأجواء السياسية والاجتماعية وتغليب الخطاب الجامع والمصالحة الوطنية. السيدة الرئيسة، في الختام تؤكد تونس على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا، وتدعو إلى معالجة أوضاع المهاجرين واللاجئين وإلى تعزيز المساءلة لضمان عدم الإفلات من العقاب إزاء الانتهاكات والجرائم الخطيرة المرتكبة في ليبيا، بما في ذلك المقابر الجماعية المكتشفة في طرهونة وعملية الأعدام الموجز والاغتيالات. ويضم وفد بلادي صوته لمن سبقوه في تأكيد أهمية الإسراع بتعيين المبعوث الأممي إلى ليبيا ومنسق البعثة الأممية، لما سيشكل دعامة هامة للجهود الأممية والدولية لدفع العملية السياسية ومساندة الأطراف الليبية على المضي قدما في مسارات الحوار العسكري والسياسي والاقتصادي وتعزيز إجراءات بناء الثقة. شكرا سيد الرئيس. أشكر ممثل تونس على بيانه و نشكر ممثل تونس على بيانه. الآن سوف أعطي المجال الممثل الصيني. تسهم في الأمن والاستقرار في ليبيا، وحي كذلك سفير ليبيا في الاجتماع. الوضع في ليبيا يتسم بزخم إيجابي، ويجب أن تنتهز الأسرة الدولية هذه الفرصة كي تعزز الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا. أؤكد كذلك على أهمية النقاط التالية بالغة الأهمية. يجب أن يتم تفعيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. نحيي التوصل إلى هذا الاتفاق من قبل الأطراف الليبية في 23 أكتوبر في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ونثمن كذلك الإرادة السياسية التي اتزمت بها هذه الأطراف. ونشكر كذلك الممثلة الخاص المبعوثة الخاصة بالنيابة والبعثة على العمل. لا شك أن العمل بين هذه الأطراف وخطوة إيجابية في تنفيذ نداء أو مبادرة الأمين العام لوقف إطلاق النار، وكذلك مبادرة إسكات ذوي المدافع في إفريقيا. هذا خبر طيب للمنطقة وخبر طيب للعالم بشكل عام. عندما يتم تنفيذ وقف إطلاق النار، يمكن أن يعزز الأمن، وندعو إلى الوصول إلى آلية رصد لوقف إطلاق النار يقبل بها الجميع. من جهة أخرى،
نأمل أن يتم التوصل إلى خطة تعزز الزخم الإيجابي الحالي. علينا أن نواصل العمل من أجل تعزيز الحوار السياسي ونثمن الجهود المبذولة من تونس والمغرب ومصر وغيرها من دول الجوار بما يثبت الحوار الليبي، ونحيي استئناف الملتقى الحوار الليبي أيضا. على الأسرة الدولية أن تحترم بشكل كامل سيادة وسلامة أراضي ليبيا، ونؤكد كذلك على أهمية تعزيز الحوار الذي تعود حيازته وملكيته للليبيين تحت راية الأمم المتحدة، ونتطلع كذلك إلى تعيين مبعوث خاص في أقرب الآجال. على كل الأطراف في ليبيا أن تعطي الأولوية لمصالح مصلحة البلد العليا والشعب الليبي، وكذلك أن تسعى إلى توافق حول المسائل السياسية الأساسية وتدفع باتجاه تنفيذها. الأمر لا يرتبط بمستقبل ليبيا فحسب، ولكن بالأمن في المنطقة بشكل عام. ونحن نشير إلى أن التنمية الاقتصادية يجب أن تكون جزءا من العملية السياسية بما يرسي دعائم للسلام دائما في ليبيا. ثم علينا أن نواجه ونكافح الإرهاب بقوة، فالإرهاب داخل وحول ليبيا يبقى مصدر خطر للمنطقة، ويجب على الأسرة الدولية أن تتحذر وتعزز التنسيق في إطار جهود تسمح بمكافحة الإرهاب بكل أشكاله. في هذا السياق أيضا نرى أن ما يتعلق بالمقاتلين الأجانب واستخدام المعابر يجب أن يكون جزءا من هذا الاتفاق بين الليبيين بما لا يسمح بتهديد أمن دول الجوار. يجب أن يتم تطبيق الجزاءات بشكل حذر، ونحن نرى أن الجزاءات ليست هدفا بحد ذاتها بل هي وسيلة، ويجب أن تخدم دائما الحل السياسي. في إطار الظروف الحالية نجد أنه لابد من تفعيل حظر السلاح، وذلك بما يمنع أي تدخلات عسكرية قد تزيد من حدة النزاع. في الوقت عينه نرى أن تنفيذ الجزاءات يجب أن لا يضر بمصلحة الليبيين وبحياة هؤلاء والحاجات الإنسانية في هذا البلد. يجب أن تولى كل العناية لتلافي أي أثر سلبي على ما تبذله ليبيا أيضا لمواجهة جائحة كورونا. سيدة الرئيس، نرى أملا يلوح اليوم فيما يتعلق بليبيا، ولكن هذه النتائج ما زالت هشة ويجب أن تحظى بدعم كبير من الأسرة الدولية كي تثبت. سوف نواصل العمل مع كل الأطراف، وذلك لمساعدة ليبيا تحقيقا للتنمية والازدهار والسلام في أقرب الآجال. شكرا السيدة الرئيس. I thank the representative of China for... أشكر ممثل الصين على بيانه. أعطي الكلمة الآن لممثل فرنسا. وأشكرها كذلك وقبل كل شيء على كل جهودها خلال ولايتها والتي سمحت بإحراز تقدم كبير نحو الحل السياسي. وبالنسبة للأمن، رحبوا بالتوقيع يوم 23 أكتوبر على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار على كامل الأراضي الليبية، وإن مناقشات في اللجنة العسكرية المشتركة من أجل تنفيذ هذا الاتفاق سمحت بإحراز تقدم، وإن إعادة فتح الطرق الساحلية طرق في وسط البلاد كذلك بعدها سمح بإحراز هذا التقدم وبدء مرحلة جديدة. وكذلك ينبغي لانسحاب القوات من الصفوف الأولى، وكذلك ينبغي اتخاذ تدابير من أجل عملية نزع السلاح وتسريح وإعادة الإدماج. وندعو القوات الأجنبية والمرتزقة
في ليبيا إلى الانسحاب في غضون 90 يوم المحددة في الاتفاق وحظر السلاح ينبغي أن يحترم بالكامل كذلك عملا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. سيدتي الرئيسة، طلبت الأطراف الليبية من المجلس اعتماد قرار لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وينبغي بالتالي أن يتحمل المجلس مسؤوليته وأن يصرح بنشر آلية فعالة ذات مصداقية للرصد تحت رعاية الأمم المتحدة لدعم الجهود الليبية ولهذا المجلس بحاجة لاقتراح من الأمانة في إطار هذه النقطة، وستعمل فرنسا مع الشركاء لتحقيق ذلك. وبالنسبة للمسار السياسي فالليبيون وحدهم هم الذين يقررون المصير، وإننا نشعر بتفاؤل بعقد الملتقى في تونس، ملتقى الحوار الليبي، واستمرار المناقشات وإن اعتماد خارطة الطريق وتحديد موعد انتخابات في 24 من ديسمبر 2021 علامات مهمة جدا. والمشاركون في الحوار ينبغي أن يتفقوا الآن على تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة التي ستكون مسؤولة عن الانتخابات. ينبغي نضمن عدم مساس أحد بالعملية السياسية، وإن المفسدين ينبغي أن يخضعوا للجزاءات، وإننا ندين انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات قانون الإنسان الدولي، خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين. علينا أن نعاقب المسؤولين، ولذلك نحن وألمانيا بادرنا بطلب من لجنة الجزاءات أن تضع على قائمتها أسماء المسؤولين عن الإتجار بالمهاجرين وتهريبهم. ومن ناحية أخرى فإن تدين فرنسا اغتيال الناشطة والمحامية حنان البرعسي في بنغازي، والمسؤولون عن هذا الاغتيال ينبغي أن يقدموا للعدالة أمام القضاء الليبي، وينبغي أن لا يسمح بالإفلات من العقاب. وكذلك المجلس إلى اغتنام المحكمة الجنائية الدولية في الوضع بالنسبة للوضع في ليبيا، وسندعم جهود كل الأطراف الليبية لإحراز مزيد من التقدم وإتمام المسار. وشكرا، أشكر ممثل فرنسا على بيانه، وأعطي الكلمة الآن لجنوب أفريقيا. سيدتي الرئيسة، اسمحوا على بيانه، والآن أمنح المجال لممثل جنوب أفريقيا. سيدتي الرئيسة، اسمحي لي بداية أن أبدأ بشكر السيدة ستيفاني ويليام على إيجازها. السيدة ويليام، شكرا جزيلا لك على جهودك المستمرة وعلى جهودك الدبلوماسية للتوفيق والتقريب ما بين الأطراف الليبية، وإن ما تحقق في ليبيا حقيقة يشهد بأن النساء يستطعن حقيقة أن يقودن العمل حتى في أحلك الظروف. لقد مهدت الطريق لملايين النساء حول العالم سيدة ويليامز، وخصيصا حيث أننا نحتفل في العام 2020 الجي بلس 25، ونحتفل أيضا بالقرار الأممي 1325 حول المرأة والأمن والسلام، ونرى هنا بأنك فعلا كنت أنت قائدة ونحن فخورون بك. نرحب أيضا بسعادة السفير الليبي على مشاركته اليوم معنا، ونحن نتطلع قدما للاستماع إلى إيجازه حول
التقدم المحرز من بلاده. سيدتي الرئيسة، إن جنوب أفريقيا ترحب ترحيبا شديدا بالتقدم الإيجابي الممتاز في ليبيا، وهذا حقيقة يضع الليبيين في مسار إيجابي، وبالتالي نحن نعزز ونشجع جميع الأطراف على استدامة هذا الزخم الإيجابي لمصلحة جميع الليبيين. وفي هذا الصدد فإننا سوف نركز على 3 نقاط. أولا المسار السياسي، المجال الاقتصادي والتعافي الاقتصادي، والمجال الأمني. بداية نحن نرحب بهذا التقدم الذي حصل في ليبيا القائم على اتفاق وقف إطلاق النار حول البلاد، وأيضا استمرار عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتزامهم بمراقبة اتفاقية وقف إطلاق النار. نحن أيضا نرحب بهذا الاتفاق الذي يسعى إلى إيقاف إطلاق النار لفترة طويلة، وأيضا اتفاق حظر السلاح، وأيضا إن هذا التقدم حقيقة سوف يبني الثقة في هذه العملية، وسوف يساعد على استدامة هذا الزخم في المستقبل. ونحن جميعنا نعلم ونحن على ثقة بأنه لن يكون هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا، وقد رأينا بأن ذلك النزاع المسلح الممتد لم يكن له أي فائدة للشعب الليبي، بل زاد من المعاناة. وهنا ورأينا بأن الحوار البناء الذي شهدناه قد مهد الطريق لرسم خارطة الطريق السياسية والتي سوف تحقق الحل السياسي الشامل والدائم في ليبيا. وفي هذا المجال أنا أريد هنا أن أؤكد بأن عملية سياسية شمولية في ليبيا مهمة جدا للحفاظ على الأمن والسلام المستدام في ليبيا وإيقاف النزاع. ثانيا، نحن نؤمن بأن المؤسسات الموحدة في ليبيا سوف تكون الأساس لاستعادة العدالة وتوفير العدالة لجميع الليبيين. ونحن أيضا ندعم عملية الأمم المتحدة مكونة من 3 خطوات لاستعادة العدالة الانتقالية. ونحن أيضا نرحب بالحوارات السياسية التي أجريت في تونس وأيضا نحن نرحب باتفاق انتخاب حكومة ليبيا والتي تدعم الجهود الليبية وطموح الشعب الليبي لتحقيق الأمن والسلام. وحيث أن هذه الانتخابات سوف تعقد في ديسمبر 2021، وأيضا إعادة فتح المطارات وعودة الرحلات، وأيضا إنشاء قوة حماية لحماية كل المنشآت النفطية والبنية التحتية النفطية. هذا مهم جدا، ونحن نعرب عن دعمنا الكامل لهذه التوجهات من قبل جميع الأطراف نحو انتخابات شاملة وممثلة وعادلة وشفافة في ليبيا. نحن نؤمن بأن هذه الخطوات مكنت الاتحاد الإفريقي من إجراء الحوار أيضا الليبي المشترك في أديس أبابا، ونحن طبعا في جهود الاتحاد الإفريقي واللجنة الأممية العليا لليبيا، فأننا نشجع على تعيين مبعوث أممي خاص إلى ليبيا والذي سوف يمكن من استمرار هذه الجهود. نحن نؤمن بأن هذا مهم، وأن هذه الجهود للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يجب أن تعمل جنبا إلى جنب وتكمل بعضها البعض، وذلك لتحقيق الهدف المشترك وهو إنهاء النزاع في ليبيا. سيدتي الرئيسة، جميعنا يجب أن نتذكر بأن إن هذا الصراع إذا استمر في ليبيا
فأنه لن يفعل شيئا إلا أنه سوف يفاقم الأوضاع الإنسانية السيئة مسبقا، وسوف يفاقم أيضا الآثار السلبية لجائحة الكوفيد 19. وبالتالي فإننا يجب أن نعالج آثار هذا الصراع، وأيضا نحن نشجع وأيضا نرحب بخطوة استعادة إنتاج النفط والتوزيع العادل لإيرادات النفط على جميع المؤسسات ما يخدم جميع المواطنين الليبيين. ووصول الإنتاج إلى 2.5 مليون برميل يوميا، فإن هذا سوف يساعد من تخفيف معاناة المواطنين الليبيين. نحن أيضا نرحب جهود لجنة العقوبات الليبية التي تسعى إلى التأكد من أن جميع الليبيين سوف يستفيدون من إنهاء هذا الصراع. وفي هذا السياق نحن أيضا ندعو جميع الجهات الأجنبية المتدخلة في ليبيا أن تنسحب مباشرة، لأن هذا ليس فقط يفاقم من الآثار السلبية التي عانى منها الشعب الليبي، بل أنه حقيقة سوف يقوض جهود السلطة الوطنية. سيدتي الرئيسة، هناك الكثير من العمل ما زال علينا أن ننفذه إذا أردنا أن نتأكد من وجود سلام مستدام في ليبيا. فبالتالي من الضروري أن نضع آليات لمراقبة ورصد إيقاف إطلاق النار، والذي بالتأكيد سوف يعزز من الالتزام بالاتفاقيات الحالية. وأيضا فيما يتعلق بمراقبة مغادرة جميع المقاتلين الأجانب وجميع القوات الأجنبية المتدخلة، هذا جزء لا يتجزأ من هذه العملية. وأيضا من المهم إزالة جميع الألغام الأرضية في المدن وفي الطرق الليبية. فيما يتعلق بالمستقبل، فإنه يجب استمرار النقاشات والحوارات السياسية وصولا إلى الانتخابات، ونحن هنا ندعو جميع الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة وجميع الأطراف المختلفة أن يسرعوا البدء في هذه الإجراءات التي تسعى إلى بناء الثقة نحو الانتخابات التي يثق بها المواطنون. نحن نؤمن سيدتي الرئيسة بأن هذه الجهود، وأيضا إلى جانب جهود الاتحاد الإفريقي، إلى جمهورية الدومينيكان. ستيفاني ويليامز على التحديث حول آخر التطورات في ليبيا. وفي البيان الأول الذي ألقي أمام مجلس الأمن في يناير 2018، ثمنت جمهورية دومينيكية جهود بعثة الأنسميل والممثل الخاص غسان سلامة لأنهم تفاوضوا بنجاح على وقف إطلاق النار في طرابلس. كما رحبنا بعقد مؤتمر في 2018 بباليرمو في إيطاليا، وسلط الضوء على مشاركة ممثلي ليبيا التي أكدت على أن هناك نية واضحة للتغيير فيما يصب في مصلحة السلام والأمن في البلاد. وفي الأشهر التالية بدا أن الكثير من التقدم المحرز أصبح يتبخر ويهدد السلام والأمن الذي طرأ في ليبيا. فهناك حالة انعدام أمن متزايدة، حالة غير مقبولة لانتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين، ظروف صعبة في مراكز الاحتجاز، الاتجار في الأشخاص والأسلحة، انتهاك حظر توريد الأسلحة والاتجار غير المشروع في
الأسلحة أيضا، وكل ذلك كان مصدر انشغال كبير بالنسبة لبلادي، وهي تهدد حماية الشعب ورفاهه. ونحن نثمن التوصل إلى وقف إطلاق النار في 23 من أكتوبر بفضل اللجنة العسكرية المشتركة، والذي أوضح أن هناك أمل في نهاية المطاف، ونأمل أن يصبح وقف إطلاق النار دائما. واليوم السيدة الرئيس نضع كل آمالنا وطموحاتنا في المفاوضات الراهنة، والتي نأمل أن تتواصل على المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية ومسار حقوق الإنسان، تتواصل بغية أن يتمتع الشعب الليبي بسلام واستقرار دائمين بعد تقريبا عقد من المعاناة والنزاع المسلح. نود أيضا أن نثني على السيدة ويليامز وجهودها المضنية وبعثة الأنسميل في الميدان، خاصة بعد الدورة الأولى لملتقى الحوار الليبي الذي انعقد في تونس بحضور شخصي، وضرورة تجنب هذا الفراغ في السلطة خلال تلك الأوقات الحرجة. ونثمن أيضا مشاركة المرأة في ملتقى الحوار الليبي، لأنهن يطلعن بدور رئيس في المفاوضات، ويعملن على تعزيز السلام والمصالحة الوطنية والعدالة والمساواة الجنسانية. وفي ظل هذا الزخم الهام، وبعد الاتفاق على تواريخ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في العام المقبل، يشغلنا أنه ما من مبعوث خاص للأمين العام حتى يومنا هذا معين. إن جائحة كوفيد-19 سيدتي الرئيس أثرت على كل بلدان العالم بما في ذلك ليبيا، ونشجع البلدان المانحة بتعزيز دعمها من خلال المساعدات الإنمائية الرسمية والبرامج المالية وبرامج تخفيف عبء الديون للبلدان المتضررة من هذه الجائحة وتبعاتها المدمرة. ونعيد التأكيد على دعوتنا بتوفير اللقاح وكل التكنولوجيات الصحية المطلوبة أخرى بأن تكون متاحة للتصدي لكوفيد-19 على قدم المساواة، وذلك لضمان صحة ورفاه الإنسان على كوكبنا. وفي الختام نعرب عن سعادتنا البالغة، لأنه على الرغم من كل التحديات القائمة في ليبيا، وها نحن نختتم عضويتنا في مجلس الأمن، يبدو أن ليبيا عازم الآن أكثر من أي وقت مضى على التعويل على الحوار كسبيل لإحلال السلام الدائم. وشكرا. أشكر ممثل الجمهورية الدومينيكية على بيانه. الكلمة الآن للولايات المتحدة. هل انقطع الاتصال مع ممثل الولايات المتحدة؟ لحظة رجاء. She's attempting to log back in. Please give us a moment if you want to go to the next speaker. الاتصال، فيمكنك الانتقال إلى المتحدث التالي. Ambassador Kraft, can you hear us? Yes, can you hear me? هل تسمعني؟ Yes, I can. You can hear. Thank you. I apologize for that.
أعتذر عن هذه المقاطعة السريعة. شكرا جزيلا لكم جميعا، والشكر الخاص لستيفاني على عملك الاستثنائي وعلى قيادة العملية السياسية في ليبيا. منذ أن التقى هذا المجلس حول ليبيا في سبتمبر فقد تم تحقيق نتائج كبيرة. اليوم قد اتفقت الجهات الليبية والأطراف الليبية على وقف إطلاق نار شامل وطنيا، وقد شمعوا واتفقوا على الملتقى السياسي الحواري. وقد طبعا نحن نرحب بخارطة الطريق نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021، والذي سوف يمكن جميع المؤسسات الوطنية للتوجه في ذلك الاتجاه. وهذه الترتيبات سوف تمكن من التوافق ما بين جميع المكونات الليبية، وتسلط الضوء على أن الحل السلمي والحوار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في ليبيا. وأيضا وجد وهذا يشهد أيضا بأن مشاركة الأمم المتحدة وهذا الحوار هي الطريقة الوحيدة. الأسبوع الماضي مجموعة كبيرة من الليبيين اجتمعوا في تونس، ونحن نود أن نشكر تونس على جهودها في التيسير. وقد اتفق هؤلاء الليبيون على أجندة دبلوماسية لتحقيق السلام، وحددوا تاريخا لإجراء الانتخابات، وذلك لتحديد السلطة التنفيذية، وطبعا أيضا ليقدموا الدعم الكامل على لجنة الانتخابات العليا. وطبعا نحن ندعم العملية السياسية للأمم المتحدة، وخصيصا بأن هناك زخم كبير. إن طبعا الإعلان عن وقف إطلاق النار الوطني في ليبيا هذا يعتبر إنجازا هاما، إلا أن نجاح هذا الاتفاق هو مسؤولية جميع الأطراف. نحن جميعنا نوافق على حل ليبي يملكه الليبيون، وبالتالي فإنه من الواجب علينا جميعا أن ندعم قرار الليبيين أن يوقفوا القتال وأن يحققوا الحل وفقا لشروطهم. طبعا كانت هناك الكثير من الجهود المعيقة والتي تهدف إلى تقسيم ليبيا، وقد كان هناك كثير من الوجود العسكري، وهذا غير مقبول. إن المجتمع الدولي يجب أن يحترم الاتفاقات الليبية حول استبعاد جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، وجميع وأن تنسحب جميع القوات الأجنبية من خط القتال، وأن يعودوا إلى الحدود المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار. نحن أيضا نرحب بمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تهدف إلى تفعيل اتفاقية وقف إطلاق النار. يجب على المجتمع المدني أيضا أن يواجه وعرقلية عملية السلام في ليبيا، وأن يعرضهم للمساءلة. إن الولايات المتحدة سوف تأخذ خطوات حقيقية لمنع عدم تعريض المنتهكين للمساءلة. لقد كان هناك الكثير من منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك الميليشيات الولايات المتحدة لقد كانت وما زالت داعما كبيرا للمساءلة الفعالة، وأيضا تعريض المنتهكي حقوق الإنسان إلى العدالة. نحن أيضا نرحب ببعثة كشف الحقائق للأمم المتحدة لتوثيق تلك الانتهاكات، والتي سوف نأمل أنها سوف تعزز العدالة للضحايا. ونحن أيضا ندعم الاتحاد أو التحالف الوطني للنفط، والذي وضع وحدد التخفيض التقني والاقتصادي. ونحن أيضا نشيد بالاتفاق الذي يضمن الشفافية في توزيع إيرادات النفط. من المهم جدا بأن جميع الليبيين وبعض اللاعبين الخارجيين يسعون إلى عرقلة العملية، وقد قاموا باختلاس وسرقة الإيرادات من خلال المصارف الأجنبية. من الواضح لدى الولايات المتحدة بأن الثروة الليبية يجب حمايتها لجميع الليبيين، وأنه لا يمكن إعادة توجيه أي من الإيرادات أو اختلاسها. الولايات المتحدة سوف تبقى مركزة على التطور في العملية الليبية، وسوف نساعد جميع الليبيين على تحقيق مستقبل لهم.
قائما على السلام واستغلال الفرص المتاحة لهم. أخيرا في هذه اللحظة الحساسة في المسار السياسي من المهم أن يتم تعيين مبعوث أممي خاص والذي لديه قدرة في النقاشات. نيكولا ما هو الشخص المناسب في هذا المجال، ونحن نتطلع إلى النقاشات مع الأمين العام، وسوف نستمر بدعم ستيفاني ويليامز ودورها القيادي العظيم الذي لعبته لغاية الآن، لغاية أن يتم تعيين مبعوث أممي جديد. ونحن نقدر كل جهودها واستعدادها، ونحن مستعدون لدعم كل جهود الأمم المتحدة. مجددا شكرا جزيلا لك ستيفاني، نحن ممتنون لكل العمل الذي حققته وساهمت به في هذه العملية التي قادها الليبيون. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك سيدتي ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية على بيانها. سوف أعطي المجال الآن إلى ممثلي إستونيا. شكرا جزيلا. أود أن أشكر الممثلة ستيفاني على إيجازها الذي قدمته حول التطورات الأخيرة في ليبيا. أود هنا أن أعبر عن الدعم الكامل والشكر والإشادة بستيفاني ويليامز وفريقها على التوسط ما بين الأطراف الليبية. لقد كان ذلك واضحا جدا خلال الأسابيع الماضية، وخصيصا بعد توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار. وبناء إن عملية برلين ما زالت هي الأساس لدعم الإطار الوطني ولدعم الليبيين في تحقيق سلام مستدام. نحن نشيد بكافة الأطراف الليبية على الجلوس معا و التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار، وأيضا بالتعاون مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في 23 أكتوبر. طبعا إن جميع المسارات الحوارية سواء كان المسار السياسي أو الأمني أو الاقتصادي هي مهمة جدا، ونحن ندعو جميع الأطراف الاستمرار في هذا المسار للتنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار، وأيضا أن يلبوا وأن جميع التزاماتهم الاقتصادية والسياسية والأمنية. طبعا يجب أن يستمر دعم المجتمع الدولي لجميع الأطراف في ليبيا، وهذا يعني إيقاف أي تدخل أجنبي، وإيقاف أيضا أي انتهاكات للعقوبات المفروضة على النظام الليبي. نحن سوف نستمر بتقديم المساهمات الفعالة لهذه الجهود. إن الدعم من المجتمع الدولي يشمل أيضا تأكد مغادرة جميع المقاتلين الأجانب وجميع المرتزقة الموجودين في ليبيا كما نص عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار. إن الطريقة الوحيدة في الممكنة في المستقبل هي أن نمكن من عملية سياسية يقودها الليبيون ويملكها الليبيون، إلا أننا ما زلنا قلقين حيال الوضع الإنساني في ليبيا، حيث أن اللاجئين وطالبي اللجوء ما زالوا يتعرضون للعنف بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وعدم قدرتهم على الوصول إلى منشآت الرعاية الصحية الأساسية، وخصيصا في وجه جائحة الكوفيد 19. نحن ندعو السلطات إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير المساعدة لأولئك المستضعفين. وأود هنا أن أشدد بأن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنساني يجب التحقيق فيها تحقيقا معمقا، وأولئك المنتهكين يجب تعريضهم للمساءلة. شكرا جزيلا لك سيدتي الرئيسة. أشكر سيد ممثل استونيا على بيانه، والآن سوف أقدم المجال لممثل النيجر. الخاصة للأمين العام بالإنابة في ليبيا على إحاطتها المفصلة وعلى الجهود الشخصية التي بذلتها لضمان الاستقرار في ليبيا. كما أود أن أرحب بسعادة سفير ليبيا صديقي
فيما يشارك في هذه الجلسة. السيدة الرئيسة، إن جلسة اليوم تعقد في وسط تطورات إيجابية على الصعيدين السياسي والأمني في ليبيا، وشهدنا على هذه التطورات مؤخرا ألحظ بشكل خاص التوقيع على وقف إطلاق النار في 23 من أكتوبر. نرحب بهذا التقدم الذي يعكس رغبة الشعب الليبي في تحقيق تقدم. هذا الاتفاق يعكس كذلك ثمار التزامات مشتركة من أطراف مختلفة في ذلك الأمم المتحدة. وفدي يود أن يكرر تقديرنا البالغ للجهود التي بذلتها بعثة أونسميل في ليبيا ورئيستها السيدة ستيفاني ويليامز والدول المجاورة والمنظمات الإقليمية وبشكل خاص الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوار السلمي. إن جولة المحادثات بين الوفود الليبية في مجلس الدولة الأعلى في طرابلس وبرلمان تبروك في المغرب وملتقى الحوار السياسي الليبي، هذه كلها مبادرات نرحب بها لأنها ساهمت بشكل كبير في إطلاق هذا الزخم الإيجابي، ونرحب بالجهود وبرغبة الشعب الليبي. وقد شهدنا على ذلك خلال المشاورات الأخيرة للجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ل 23 من أكتوبر. هذه خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا، ولكن فلنكن صريحين، هذا سيشكل تطورا إيجابيا فعليا عندما نرى مغادرة للقوات الأجنبية ووقف للتدخل الخارجي. نرحب بإنشاء لجنة التخطيط لليبيا من قبل أمانة الأمم المتحدة بين المؤسسات، وذلك للنظر في كيفية تنفيذ آلية وقف إطلاق النار بشكل شامل وفي الوقت المحدد. نحث الأطراف الليبية على تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل وعلى احترام القانون الإنساني الدولي وعلى بذل الجهود للتوصل إلى نتائج ملموسة، وذلك من خلال الحوار السياسي والاقتصادي والتركيز على الجوانب العسكرية بحسب القرار 2510 لمجلس الأمن. سررنا بالإعلان عن عقد الانتخابات من الآن حتى ديسمبر 2021. نحث المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكل خاص لاعتماد تدابير لدعم العملية الانتخابية. لا شك أنها ستشكل خطوة هامة لتطبيع الأوضاع في ليبيا. نود أن نشير فيما يتعلق بالأطراف المتخاصمة أن الشرعية الحقيقية تأتي من الاقتراع من الانتخابات وليس التحالفات الخارجية، فهذه لا تستبدل الحوار بين أبناء وبنات ليبيا. على الصعيد الاقتصادي، إن الأثار البالغة للنزاع تسببت بتدهور ظروف الحياة وتدهور قدرة ليبيا المعروفة سابقا بتقديم خدمات اجتماعية وخدمات أخرى تساهم في رفاه شعبها. إن انهيار إنتاج النفط ساهم في هذا الوضع. نرحب لأن كافة مرافق النفط تم فتحها، ونرحب بزيادة في الإنتاج اليومي أكثر من 1,000,000 برميل بحسب مؤسسة النفط الوطنية، ونأمل أن استئناف إنتاج النفط سيساهم في تغطية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي. فيما يتعلق بالوضع الإنساني، ما زلنا نشعر بالقلق لأن جائحة كوفيد-19 تسببت بأضرار كبيرة في هذا البلد، حيث أن أعمال العنف طالت حتى المرافق الصحية. نشعر بالقلق بشكل خاص لأن أكثر من 70,885 حالة مؤكدة و 970 شخص لقيوا حتفهم بسبب هذا الوضع. في هذا السياق يجب التركيز بشكل خاص على وضع المهاجرين الأفارقة الذين غالبا ما يجدون أنفسهم في مراكز الاحتجاز ويستخدمون كمقاتلين أو كمقاتلين من قبل المجموعات المسلحة المختلفة في هذا البلد. ومن المؤسف أنه أكثر من 11,000 شخص
تمت إعادتهم إلى ليبيا حيث تعرضون لانتهاكات لحقوق الإنسان والاحتجاز والاتجار والاستغلال وذلك كما وثقته الأمم المتحدة. ختاما نرحب بمقترح فرنسا للمساهمة في إنهاء الأزمة في ليبيا ونأمل أن اليوم شهدنا أن هنالك دعم ووعي أن هنالك أن الحل العسكري لن ينفع ونرى ذلك من خلال الحوار من خلال إعادة إطلاق المشاورات على الصعيد العسكري وقف إطلاق النار على الصعيد الاقتصادي من خلال إدارة عائدات النفط والإنتاج إنتاج النفط زاد بشكل ملحوظ. حان الوقت لكي نسمح للشعب الليبي بأن يتناقش فيما بينه مصير بلده. حان الوقت لكي نسمح للشعب الليبي بالمناقشة وبوقف أعمال القتال. شكرا. أشكر سعادة ممثل نيجر على هذا البيان وسأودي الآن ببيان بصفتي بلدي. أود أيضا أود أيضا أن أشكر القائم بأعمال الممثل الأمين العام السيدة ويليام وأيضا نرحب بممثل ليبيا في هذا الاجتماع. إن التطورات الإيجابية التي تحصل في ليبيا جديرة بالإشادة حيث هنا تم وضع نهاية لهذا النزاع من خلال عملية سياسية شمولية ودون اللجوء إلى العنف واستخدام القوة. ونحن هنا نرحب باتفاقية وقف إطلاق النار التي وقعت في 23 أكتوبر 2020 ونتطلع إلى تنفيذها على أرض الواقع وأيضا نتطلع إلى التلقي أو استلام تقرير الوقت للأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار. نحن سوف نبقى مقتنعين بأن الدبلوماسية والحوار هي الطريق الأفضل لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار للليبيين. الزملاء الأعزاء إن العملية التي نشهدها اليوم في ليبيا هي حقيقة ناتجة عن إصرار والتزام الشعب الليبي وأملهم في مستقبل أفضل. طبعا إن هذه الجهود التي لعبتها التي ساهمت فيها الأدوار التكميلية للمجتمع الدولي وأيضا دعم الأمم المتحدة أن المجتمع الدولي يجب أن يدعم الشعب الليبي في مواجهة تحدياتهم مباشرة في حين تعزيز سلامة الأراضي الوطنية ووحدتها. وبالتالي فإننا ندعم هنا جهود القائم بأعمال الممثل الأمين العام ويليام للاستمرار بهذه الحوارات وتحقيق الأهداف الموضوعة في الاتفاقيات. ونحن أيضا نشيد بجهود دول الجوار على جهودها البناءة وخصيصا استضافة ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي استضافته تونس. طبعا نحن على الرغم من أننا رأينا مشاركة للنساء في هذه الحوارات الوطنية الليبية ونحن سعداء بذلك ونحن نتطلع إلى تنفيذ مخرجات هذه الحوارات وأيضا نتطلع إلى عمليات الحوار المستقبلية بالإضافة أيضا إلى المبادرات الإيجابية بما في ذلك مجلس المصالحة الوطني الليبي. أيها السيدات والسادة، إذا فقدنا الزخم الحالي فإننا لن نستطيع استعادته، وبالتالي فإننا ندعو جميع الأطراف أن يحققوا التزاماتهم وأن يمتثلوا إلى القانون الدولي وخصيصا الامتثال لحظر السلاح في ليبيا. ويجب أيضا أن نلتزم بعدم عرقلة العملية السياسية في ليبيا. ونحن أيضا ندرك التحديات الإنسانية الكبرى التي تواجه الليبيين والتي فاقمتها أوضاع جائحة الكوفيد-19. وبالتالي فإننا هنا ندعو جميع الأطراف إلى الامتثال لقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. لا يمكن أن يكون هناك علاج للانتهاكات التي أجريت في السنوات الماضية، وبالتالي فإننا ندعم بعثة كشف حقائق للاتحاد الأوروبي من الأمم المتحدة في ليبيا لتعريض جميع المنتهكين للمساءلة. ونحن أيضا ندعو إلى تمكين جميع الأطراف من وصول المساعدات الإنسانية لجميع الأطراف المعانين. طبعا هناك
هناك بعض المناطق بعض المشاهدات التي رأيناها بأن الموانئ الليبية كانت غير آمنة، ونحن هنا نؤكد بأن السلامة والكرامة يجب أن تكون هي الأولوية في جميع نقاط استقبال العائدين أو اللاجئين. السيدات والسادة الأكارم، إن هذه الظروف هي الأصعب والأعقد، إلا أن الليبيين من خلال هذا الحوار قد قدموا الأمل والتفاؤل للمستقبل، وبالتالي فإننا ندعو جميع الأطراف ونشجع جميع الأطراف المعنية أن يدعموا ليبيا في مواجهة تحدياتها. بالتأكيد إن التحديات والصعوبات التي تواجهها ليبيا في مفترق الطرق هذا هي هائلة جدا، ولكنها يمكن تجاوزها. فبالتعاون ما بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بالإضافة إلى دول الجوار، فإن ليبيا استطاعت أن تتجاوز معيقات الحوار، ونحن هنا نستمر بالتعبير عن تضامننا مع ليبيا والشعب الليبي. الآن أستعيد صفتي كرئيسة هذه المجلس وأعطي المجال لممثل ليبيا. السيد الرئيس، في البداية أود أن أتقدم بالشكر للسيدة ستيفاني ويليامز على إحاطتها حول آخر التطورات التي تشهدها ليبيا، ونتمنى لها وفريقها النجاح في كل الجهود التي يقومون بها من أجل الوصول إلى حلول عملية للأزمة الراهنة. اسمحوا لي أيضا أن أقدم الشكر للدول التي ستغادر هذا المجلس نهاية هذا العام وعلى جهودها، وهي ألمانيا والدومينيكان وإندونيسيا وبلجيكا، وبالأخص جنوب أفريقيا والتي كانت خير دعم للقضية الليبية والشعب الليبي. السيدات والسادة، تابعنا جميعاً التطورات المتسارعة في ليبيا منذ أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار، والذي كنا نسعى أن يتم منذ شهر يناير الماضي عندما توسطت روسيا لتوقيع هذا الاتفاق في موسكو، ولكن كلنا نعلم ما حدث وقتها ومن تهرب. هذه التطورات التي نتابعها بدأت باجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في غدامس ثم سرت، والتي من المفترض لها أن تؤسس لأرضية يمكن الانطلاق منها لدعم الحوارات والمسارات الأخرى. ولذا فنحن إذ نتابع هذه اللقاءات بحرص شديد، والتي الآن تفضي إلى حلول عملية وواقعية لنجاحها، وأهمها تثبيت وقف إطلاق النار والالتزام به، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب بأسلحتهم وبكافة أنواعها ومن كل مناطق ليبيا، وبإشراف ومراقبة أممية، لأنه حسب ما تم رصده مؤخرا ما زال هناك تدفق للمرتزقة والسلاح النوعي وزرع الأغام وإعداد للتحصينات بالأخص في سرت والجفرة. لذا علينا قطع الطريق أمام الخارجين عن القانون، لأن هذا هو ما سيهدد فعليا استقرار المنطقة، وبالأخص سيهدد الأمن القومي لدول الجوار. في نفس السياق، نرحب بالجهود المبذولة منذ أيام واللقاء الذي انعقد في البريغا بإشراف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط من أجل العمل على توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية، والذي من شأنه حماية المرافق وتحييدها من دائرة الصراع. فكما شاهدنا بعد رفع الحصار الجائر على الموانئ والحقول، والذي دام قرابة 9 أشهر، بدأ الإنتاج يتعافى، حيث وصل إلى أكثر من 1,000,000 برميل يومياً. لذا لم يعد من المقبول أبداً التلاعب أكثر بخيرات الليبيين ورزقهم. وهنا يبقى السؤال، والذي سنكرره دائماً، ما هي الضمانات الدولية لاحترام هذه الاتفاقيات؟ وهل الدول المعنية والمتدخلة في الشأن الليبي اقتنعت بأنه لا حل عسكري في ليبيا؟ فلنا في اتفاق الصخيرات عبرة، فرغم الوعود الدولية والقرارات الأممية المتلاحقة، وجد المعطلون طريقهم لإفساد مفاوضات دامت قرابة العام وليس لأيام، بسبب انقسام هذا المجلس وعدم جديته في تنفيذ قراراته. السيدات والسادة، شكلت التطورات الأخيرة من خلال انطلاق ملتقى الحوار السياسي في تونس الشقيقة، والتي نحييها في هذه المناسبة ونتقدم لها بالشكر والامتنان على استضافتها،
شكلت هذه التطورات بارقة أمل للليبيين بعد التفاؤل. وإذ نثمن كل الجهود الدولية الصادقة لدعم الحلول السلمية لإعلاء صوت العقل والحوارات وإسكات صوت المدافع والمواجهات، فيجب علينا التذكير دائما بأن هكذا ملتقى هو ما كان يتطلع إليه الجميع في غدامس العام الماضي قبل العدوان بأيام، وما يحدث الآن هو ما كان المفترض له أن يحدث حينها، ألا وهو جلوس الفرقاء على طاولة الحوار. ولو حدث ذلك كان من الممكن تفادي إراقة الدماء وخسارة أرواح الأطفال والنساء وخيرة شبابنا ونزوح وتشريد الألاف واستفحال التدخل الأجنبي في البلاد. لذا نؤكد على أهمية دور الأطراف الليبية المتحاورة في كل المسارات سواء في الداخل أو الخارج، وأن تعلو مصلحة الوطن ويعملوا على إيجاد حلول جذرية شاملة منقوصة، وألا يرتهنوا للإملاءات الخارجية مهما كانت نوعها وإغراءاتها، لأن التدخل الدولي سيستمر ولن يتوقف ما دام وجد بابا مفتوحا وهناك من يسمح له بالدخول. ولنا جميعا عبرة فيما عاشته بلادنا قرابة 10 سنوات الماضية. السيدات والسادة، بسبب معاناة الليبيين على مدار الأعوام والخوف من تكرار أخطاء الماضي ووجود أزمة ثقة، يجب أن نتفهم تخوف البعض وانتقادهم لمجريات الحوارات بكل أنواعها، سواء بسبب آلية اختيار المتحاورين والتمثيل أو منهجية العمل أو التحالفات المتناقضة وغيرها. لذا علينا أن نحترم آراء الجميع ولا نشكك في وطنية أحد. فرغم كل الصعوبات والتحديات التي صاحبت الحوار الأخير، كلنا رأينا الترحيب الكبير سواء من الداخل أو الخارج لتوافق المشاركين في ملتقى تونس حول تحديد 24 من ديسمبر العام المقبل، والذي يصادف الذكرى 70 لعيد الاستقلال كموعد لإجراء الانتخابات العامة. وهذا في حد ذاته إنجاز إيجابي يجب دعمه وإنجاحه. وفي هذا الإطار نؤكد من جديد ما ورد في عدة مبادرات وبيانات لرئيس المجلس الرئاسي ودعواته المستمرة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، كونها السبيل الوحيد لإنهاء صراع الشرعيات وتوحيد المؤسسات واختبار حقيقي لمن يدعي الشعبية والأهلية للقيادة وبها ليتنافس المتنافسون. لذا نطالب بضرورة الإسراع للتوافق على القاعدة الدولية المناسبة لإجراء هذه الانتخابات واحترام المطالبات الشعبية لإنهاء كافة المراحل الانتقالية وإقرار دستور دائم للبلاد وإنهاء جميع الأجسام السياسية المتراكمة والمتوارثة والمنقسمة على نفسها وعدم إعادة تدوير نفس الأشخاص. سيدات والسادة، لإنجاح الحوارات السياسية الجارية والاستفادة من التجارب السابقة نود التأكيد على النقاط التالية. أولاً، لضمان مصداقية العملية الانتخابية ونجاحها، نطالب مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم يدعى يتوافق عليه الليبيون في الحوارات المختلفة من خارطة الطريق وقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 مع منح تفويض للبعثة الأممية ومن خلال أجهزتها المتخصصة بدعم الاستحقاقات الانتخابية فنياً ولوجستياً وبإشراف المفوضية العليا للانتخابات ومراقبة سير العملية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لضمان النزاهة والشفافية ومحاسبة المعرقلين لهذه العملية ونتائجها. ثانياً، يجب أن يكون الهدف الرئيس من أي مرحلة انتقالية جديدة إذ تم التوافق عليها هو الإعداد للاستحقاق الانتخابي الذي يفصلنا عليه عام واحد وتوفير الخدمات العاجلة لكافة المناطق وتوحيد مؤسسات الدولة وبالأخص السيادية منها ليكون هناك تجانس مع السلطة التنفيذية وكافة مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وأحلال وحل الميليشيات أينما وجدت وإخضاع المؤسسة العسكرية وأجهزتها في كامل أنحاء البلاد تحت السلطة المدنية. ثالثاً، دعوة الاتحاد الأفريقي لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية لدعم المسارات الأممية الأخرى
بقيادة جنوب أفريقيا رئيسة الاتحاد واللجنة العليا الخاصة بليبيا برئاسة الكونغو لفتح صفحة جديدة بين الليبيين يتم من خلالها مناقشة مبادئ بناء الثقة ومسار العدالة الانتقالية والعفو العام وجبر الضرر وعودة النازحين والمهجرين مهما كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية والفكرية. رابعاً، ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين من أي طرف كان وفي أي مرحلة من مراحل الصراع ومنذ 2011، سواء من نفذها أو دعمها والدول المتورطة فيها، وبالأخص التي ارتكبت أثناء العدوان على طرابلس في 4 أبريل 2019، والعمل على تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب. لأن السيدات والسادة، نحن حتى اليوم لازلنا نحصد الضحايا بسبب الإلغام المزروعة في جنوب طرابلس من قبل ميليشيات التابعة لحفتر، وتخطف وتقتل النساء كما حدث للمحامية حنان البرعسي منذ أيام في بنغازي، ولازلنا نكتشف يومياً العديد من القبور الجماعية في ترهونة. لذا نطالب مجلس الأمن مجدداً دون تأخير وبعد كل الأدلة والبراهين المقدمة عدم الاكتفاء ببيانات الأسف والإدانة والإسراع بوضع المسؤولين عن هذه الجرائم ومن أعطى الأوامر لتنفيذها على قائمة العقوبات دون أي تأخير، لا أن يتم عرقلة عمل لجنة العقوبات ونشر تقريرها كما ذكر رئيس اللجنة منذ قليل، لأنه يبدو أن هناك من يود إخفاء الحقائق من داخل هذا المجلس. السيدات والسادة، في الختام نعيد التأكيد على أن التدخلات الأجنبية السلبية في بلادي تشكل عاملاً هاماً في عدم الوصول إلى اتفاق بين الليبيين. لذا نحن نحذر تلك الدول من تبعات هذا التدخل والتي تمس بسيادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها وتهدد الأمن والسلم في المنطقة. ومن هذا المنطلق فإننا ندعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتلقف هذه الفرصة والتكفير عن أخطائه تجاه ليبيا وإظهار حسن النية، وذلك عن طريق دعم إرادة الليبيين وحقهم في تقرير المصير وعدم استخدام ليبيا ساحة لتصفية الحسابات بدماء شعبنا. وليعلم الجميع أن ليبيا رغم أزماتها لم ولن تنكسر، وإن نعاني اليوم فإننا سنتعافى غدا، وذلك بفضل شعبنا الذي لا يرضى الذل والمهانة، لأن الليبي ذو عزة وكرامة، وسيأتي يوم يتصالح فيه الجميع وتطوى صفحة الماضي، وحينها سيتذكر الليبيون من ساهم في قتلهم وزرع الفتنة بينهم ومن وقف معهم وسندهم في محنتهم. شكرا. أشكر السيد ممثل ليبيا على بيانه أن هذا ينهي جزئية البث المباشر من هذا الاجتماع.